القط تحدث عنه العلماء وقالوا علماء المالكية وقالوا يجوز بيعه إن كان يعني المشتري سيستفيد من جلده، أحيانا يكون فيه نوع من الفرو، نعم، ويعني يمكن أن يستعمل ويستفاد منه فيجوز بيعه كذلك. أما إذا بيع للحمه فهذا حكمه الكراهة. لماذا؟ لأن أكل لحمه مكروه، فالبيع كذلك مكروه. وأما مسألة الكلب فقد اختلف العلماء في ذلك. أما الكلب غير كلب الصيد وكلب الحراسة، بما أن الصيد جائز وبما أن الحراسة كذلك فأجازوا بيع هذين النوعين لأن الانتفاع بهما ممكن. أما الكلب العادي الذي ليس لا للصيد ولا للحراسة فلا ينفع عقده أو بيعه وشراؤه. نعم. الآن يا شيخنا يشترون الكلاب أكرمك الله للبيوت، يعني للزينة، وكلب صغير يعني للزينة وكذا يطلع به ويتفسح به، يعني هل يجوز ذلك؟ لا 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 يجوز ذلك، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك،